أفطرت رمضان كله بسبب الشغل، هل علي كفارة أم أصوم رمضان كاملا رغم أني لم أفطره متعمدا؟ جزاكم الله خيرا. الشغل لا ينبي الإفطار، كل إنسان يشتغل ليس عذرا في الإفطار في رمضان، لأن الله إنما أباح الإفطار في رمضان للمريض والمسافر وكذلك الكبير الهرم وكذلك للحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما، فهؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين يفطرون في رمضان، وكذلك الحائض والنفساء هؤلاء يفطرون في رمضان ويقضون من أيام أخرى، إلا من لا يستطيع القضاء لهرم أو لمرض مزمن فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما الشغل والأعمال فإنها لا تبيح الإفطار في رمضان، الإنسان يصوم وهو يشتغل، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون وهم يشتغلون، وكان ينالهم مشقة شديدة من الصيام مع العمل، ولم يبح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من أجل العمل، فإفطارك من أجل الشغل هذا غلط كبير، عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليك أيضا القضاء، قضى ما أفطرته، عدد الأيام التي أفطرتها، وإذا كان هذا الإفطار في رمضان متقدم قبل رمضان الموالي، عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، وعليك في المستقبل المحافظة على الصيام وعدم الإفطار إلا لعذر شرعي من الأعذار التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكان الواجب عليك أن تسأل أهل العلم قبل أن تتصرف هذا التصرف، إن بعض الناس أن يتصرف في أمور دينه من عند نفسه وبحسب رأيه ولا يرجع إلى أهل العلم، فقال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمور الدين يجب العناية بها ولا تؤخذ بالرأي وإنما تؤخذ من الأدلة الشرعية وبسؤال أهل العلم والبصيرة.